اوكي اصدقائي، قبل ما نبلش بالفيديو اليوم في عنا قناة دارك اردز، طبعا قناة جدا خرافية بنشر عليها تصاميم جدا خرافية اصدقائي. فمثل ما انكم شايفين هون بيفتتح يعني مسابقات كتير حلوة عنا، هون بيعمل مقالب بيعمل تصاميم للمشتركين، واخر شيء عمله اللي هو مسابقة على قناة 200 مشترك. فانت يا صديقي اذا كنت حابب تبلش باليوتيوب ومالك حيل تبلش من الصفر، تقدر تشترك بقناة دارك وتاخد قناة 200 مشترك. وبس خليكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم أصدقائي؟ إن شاء الله بخير، معكم شيركو ورجعنا لكم فيديو جديد. بهذا الفيديو أصدقائي رجعنا لكم بتوب 5 جديد، طبعاً السلسلة كتير عجبتكم وشكراً كتير على الدعم اللي عم يصير على الفيديوهات هي السلسلة. فطبعا انا مثل ما قلت لكم حبيت اني اعملها سلسلة بالقناة، يعني بصير كل يومين ثلاثة بنزل لكم فيديو هايلايت او يعني توب 5 بشكل عام. واليوم يا أصدقائي موضوعنا راح يكون عن أكثر خمس برامج لازم تنزلها مع ماينكرافت. وبس ما راح أطول عليكم، خليكم معنا. وكالعادة رح نبلش معكم بالمرتبة الخامسة. بالمرتبة الخامسة رح يكون في عنا برنامج السكين إديتور. هذا البرنامج يا جماعة جدا خرافي لأي حدا بيحب انه يصمم سكين خاص فيه، ما بيحب مثلا سكين ستيف او أليكس، ولا حتى بيحب انه يشتري مثلا من متجر ماينكرافت، ولا حتى مثلا فرضنا انه ما حب ولا سكين الناس عاملينه هو حابب يعمل سكين. فهذا البرنامج يا صديقي جدا خرافي، رح يساعدك كتير انك تعمل سكنات. فمثل ما انكم شايفين حاطيك هلا سكن جاهز هو انه على اساس سكن ميسي. طبعا انا لو ما كنت اريان الاسم تبعه ما كنت عرفت انه هو ميسي، بس المهم طبعا اذا كنت حابب تعمل سكن جديد خاص فيك فبكل بساطه بتضغط على علامه الزائد اللي موجوده هون، رح تضغط عليها وبتختار خيار اسمه بلانك. هذا الخيار لاصدقائي رح يعمل لك السكن كلياته فاضي، ما رح يحط لك فيه شيء. فانت اول شيء بتعمله بتروح للخيار هذا التحتاني وبتطفي الخيار اللي هيك اللي جاي على اليمين، بعدين بكل بساطة بتختار اللون اللي بدك اياه. مثلا بدك لون البشرة او لون الاسود لون الاحمر، اي لون بدك اياه بتقدر تختاره، وطبعا فيك تختار من هون اي لون بدك اياه. فمثل ما قلت لكم يا اصدقائي بعد ما اختار اللون رح اختار اللي هو شو اسمه هذا السطل او انه لون المربع كامل. مجرد ما اني اكبس كبسة رح يتلون المربع كامل، مثل ما انكم شايفين كل المربع تلون مجرد ما اني كبست هي الكبسة. وطبعا اذا حابب تضيف تفاصيل زياده في عندك خيار هون اللي هو انه الوان متدرجه، بتكبس عليه مثل ما انكم شايفين بيعطيك هيك الوان يعني منوعه كانه البشره عن جد حقيقيه فيها تجاعيد وهالقصص. فبكل بساطه انت اول خطوه بتعملها بتعبي كل التفاصيل. هون انت عندك خيارين، يا اما بتحب تلبس السكين تبعك لبس جاهز، فمثل ما انكم شايفين في عنا هون لبس جاهز بتقدر تختار اي لبس بدك اياه، يعني بتختار اي لبس بدك اياه ويعني بتحب انك تعدل عليه تعمل اي شيء، يعني كل شيء موجود. فمثل ما شايفين هذا السكين بيشبه مصطفى جيم اوفر، يعني في كثير سكنات موجوده بتحب انت تنزلها وهيك عدل عليها. طيب نضغط هلا على هذا الخيار اللي هو الخيار اليسار، فمثل ما انكم شايفين بتقدروا تضيفوا شيء فوق السكين مثل وشاح، بتكون تضيفوا هيك تفاصيل زياده. فمثلا انا بدي اضيف له نظاره مثل ما انكم شايفين، فلو تلاحظوا هون يا اصدقائي انضافت النظارات مثل ما انكم شايفين، ما كان في شيء كان في نظارات بس، فهيك انضاف له مثلا نظارات يعني. اوكي وبعد ما خلصنا مثل ما انكم شايفين عملنا سكين باقل من ثانيه. فمثل ما انكم شايفين بعد ما تخلص السكين، طبعا انا هاي شرحت بشكل كتير مختصر، بتقدر انت تفوت اكثر بال يعني البرنامج وتتعلم عليه اكثر. وبعد ما تخلص بكل بساطه بتختار خيار السيف، وبتحب انك ترسله راسا على ماينكرافت البي سي، في عندك ماينكرافت الجوال بتقدر تحطه بالجاليري او هيك انك تحطه يعني كصوره يعني بالاستوديو تبعك، او بتحب انك تشاركه للبرنامج نفسه او سيرفرات البرنامج نفسه. وبس هذا كان البرنامج، ننتقل هلا للمرتبة الرابعة. اوكي اصدقائي بنجي هلا للمرتبة الرابعة. المرتبة الرابعة يا اصدقائي بتشبه شوي المرتبة الخامسة. المرتبة اللي قبلها كان هو عبارة عن برنامج بتصمم فيه السكين تبعك، اي سكين بدك اياه بتقدر تصممه. اما هون بتقدر تصمم بلوكات، تصمم اسلحه جديده، بتصمم دروع جديده، اي شيء بدك اياه موجود بهذا البرنامج. او حتى مو شرط تعدل، يعني بتقدر تصمم مثلا بلوك جديده هيك، يعني تكون سلاح جديد ما هو موجود اصلا بماينكرافت. فمثل ما انكم شايفين واجهه كتير سهله، بتقدر تختار صوره للسكين تبعك او المود تبعك، انا ما راح اغيرها بصراحه لانه ما عندي صور احطها. بنروح هلا للمود نيم، او هون انت بتسمي شو المود تبعك. طبعا نحن هون بدنا نصمم مود او تكستر او اي شيء بدك اياه. فمثلا بدي اخلي المود اسمه ارمور، انا بدي اعمل مثلا درع جديد. تمام هون الديسكريبشن انت بكل بساطه ابسط شيء بتقدر تكتبه انك تقول انه ميد باي وتكتب اسمك مثلا، انا رح اكتب انه ذا كينج مثلا. وهلا بنكبس خيار اد. هلا هون انت بتقدر تضيف اي ميزه بدك اياها جوات المود. طبعا الاعلانات اجباري، يعني طفي النت مشان ما يطلع لك اعلانات. هلا هون بتختار شو بدك تضيف للمود، بتقدر تضيف موب ارمور ويبون، بدك تضيف تي ان تي جديد، بدك تضيف موبات جديده، تضيف دروع. نحن بالاساس كنا بدنا نضيف دروع، فخلينا نضيف مثلا درع دايموند جديد. نعمل هلا اديت. هلا نحن هون ما راح نضيف، نحن هون راح نعدل درع الدايموند.
بلوند. رح نختار السكين تبعه. طبعا هون اصدقائي السكنات فكرة السكين جدا خرافية، يعني وقت تلبس الدروع كاملة رح يطلع لك سكين مختلف تماما عن سكنك، فهذا الشيء رح يكون جدا خرافي. بعدين بعد ما تضيف كل الاضافات اللي بدك اياها، كل شيء بدك اياه، بتروح على خيار اسمه Save and Import. بعدين بيقول لك السيف كومبليت، فهون راح بيكون تسيف انت عندك بالجهاز، وهو راح يطلع لك خيار انه اوبن جيم. فبهي الحاله انت راسا بدون ما تعذب حالك وتروح تنقل الملف وتحطه باللعبه ومدري شو، خلص كبسه وحده وراح يحط لك المود جوات اللعبه. اوكي اصدقائي، مثل ما انكم شايفين قال لي سكسسفولي امبورتد. فبتروحوا هلا يا اصدقائي بتعملوا عالم جديد، تمام؟ نعمل كرييت نيو، نعمل كرييت نيو وورد مثل ما انكم شايفين بهي الطريقه. راح نروح هلا لخيار، اول شيء خلينا نعمله كرييتيف، تمام؟ لحتى تفعل المود تبعك على العالم اللي بدك اياه بتروح لخيار اسمه ادونز مثل ما انكم شايفين، بتفعل اللي بدك اياه. طبعا هذا هو اللي عنا اياه اللي اسمه ارمور مثل ما انكم شايفين، نفس اللي كتبناه ارمور وميد باي ذا كينج، نفس اللي انا كتبته، يعني خلص مشي حاله. بنروح هلا للخيار اللي تحته كمان البيهافيور باك، كمان هذا لازم نضيفه يا صديقي، لانه اذا ما ضفته ما رح يشتغل معك نهائيا. وخلص بتعمل هلا كرييت. اوكي اصدقائي، خلينا هلا نجرب المود تبعنا. رح نروح على الانفنتوري نشوف الدروع، ومثل ما انكم شايفين تغير الدرع الدايموند كلياته تغير، ومثل ما انكم شايفين هذا اللي انا ضفته كمان اللي اخترته انا جوات البرنامج. ومثل ما انكم شايفين انا اخترت طبعا مثل ما قلت لكم شغلات عشوائيه، رح اروح اجرب احطها كلياتها. مثل ما انكم شايفين تغير شكلي كليا، مثل ما انكم شايفين يا جماعه شكلي كله تغير بعد ما حطيت الدروع، فشي جدا خرافي. بتقدر تعدل على اللعبه باي طريقه بدك اياها. بالمركز الثالث، طبعا المركز الثالث يا اصدقائي برنامج جدا معروف، بس هو معروف كموقع يمكن اغلب الناس ما بتعرف انه في له برنامج. هذا البرنامج يا اصدقائي اسمه MCPEDL. طبعا هذا البرنامج نفسه عملت عليه قائمه بافضل مابات ماينكرافت، اللي ما شافه يروح يشوفه. هذا البرنامج يعني فيك تقول انه فيه كل شيء، فيه مابات، فيه مودات، فيه تكسترات، اي شيء بدك اياه موجود. فراح تلاقي مثلا المابات اللي انا شرحتها، واحد من هالمابات كان اسمه اكستريم بتوقع سكاي بلوك، او خلينا نقول نكتب بس سكاي بلوك. وطبعا تقدر بكل بساطة تسجل بالموقع وتعطي تقييمك لهذا الماب، او اذا عجبك ما عجبك. فهو مثل جوجل بلاي بس تبع ماينكرافت الجوال. وعندنا هون كمان السكين باكس، تقدر تحمل سكنات، تقدر تحمل يعني هيك اي شيء بتحبه، سكنات هيرو براين، سكنات مثلا ليوتيوبر، سكنات لاي سكنات بتحبها راح تلاقيها كلياتها موجودة بهذا الموقع. وطبعا كل ماب او كل تكستر او كل شيء بتنزله رح يطلع لك تحت هون انه شو الاصدار اللي بيدعمه. رح تلاقي 1.11 1.12 1.13 مثلا، هذا الماب الثاني كمان بيدعم اصدارات اقدم، فانت بتشوف هون شو المابات او شو الاصدارات اللي انت بدك اياها. وبس خلينا ننتقل هلا للمركز الثاني. بالمركز الثاني رح يكون في عنا برنامج بتوقع معروف عند ثلاث ارباعنا، اللي هو الـ MCPE Master. هذا من اول ما نزلت ماينكرافت نزل معه هذا البرنامج. هذا البرنامج هو نفسه تقريبا، خلينا نقول نفس ميزات المركز الثالث اللي هو الـ MCPEDL، ولكن في ميزة خلته يتقدم عليه ويتفوق عليه أكثر بكثير. الميزة هي انه هذا البرنامج فيه ميزة اسمها بيلدر، او انه البناء. فبتقدر اذا حملت هذا البرنامج تقدر تضيف بنايات خاصة جوات الماب تبعك. يعني مثلا انت عملت ماب فيه بيت ومزرعة وكذا، وانت حابب انك تعمل مثلا خلينا نقول مقرة فضائية مثلا، فانت ما عندك موارد مناسبة، ما عندك يعني هيك امكانيات، وما بتحب انك تقعد تطول 10 ساعات. فبكل بساطة بتروح لهذا الموقع تختار البيلدينجز مثل ما انكم شايفين الخيار الزهري. فمثلا لو انت اللي كان بدك اياه بيت، فرح تلاقي هون تصاميم بيوت كتير خرافية، وتقدر تبحث يعني بالسيرش بتلاقي اي شيء بدك اياه. خلينا نحن حاليا فرضنا انه نحن بدنا بيت مثلا، فمثل ما انكم شايفين رح تلاقوا كتير تصاميم حلوة. انا شايف بصراحة هذا البيت جدا خرافي. فشوفوا هون شو عم يقول لك، رح يطلع لك هون انه الارتفاع تبعه 55، والعرض او الطول تبعه 141، والعرض 149. فانت هون يا صديقي بتروح بتفوت عالمك، بتوقف بالمحل اللي بدك فيه شو اسمه ينبنى، او البيت ينبنى، وبتطلع من العالم وبتجي على هذا البرنامج وبتعمل انستول بيلدينج. بعدين بتختار شو الماب اللي بدك اياه لحتى يعمله انستول. فمثلا نحن بنختار هذا الماب، وطبعا اهم شيء انك تكون مسكر لعبه ماينكرافت، لانه ما بيقدر يعمل هذا الشيء اذا كنت فاتح لعبه ماينكرافت. فمثل ما انكم شايفين اشتغل هلا معي، رح يطلع لك هون بيلد اون ميني ماب. طبعا هي الشغله بدها ميزه برو يعني، فبدك تدفع لهم كذا، ولكن هي ما كثير مهمه بصراحه. فانت رح تختار هذا الخيار اللي قلت لكم اياه قبل شوي، رح يبنيه بالمحل اللي انت واقف فيه، وبعدين تكبس خيار البيلد ورح يبلش هلا بناء. وكالعاده في اعلانات يعني، لا يعني ما بيخلى الامر. اوكي اصدقائي، ومثل ما انكم شايفين خلص هلا قال لي ريدي. فانت بكل بساطه بتضغط اوبن ماينكرافت، وبعد ما تفتح لعبه ماينكرافت بكل بساطه رح تروح على خيار البلاي، وبتروح للعالم اللي انت حطيت له الماب تبعك. بتوقع انه حطيته بهذا العالم اللي هو انشأناه قبل شوي، خلينا نتاكد.
مثل ما انكم شايفين انا بالجوال، يعني ما فتحت بي سي ولا برامج ولا برمجه ولا شيء، خلص على طول بالجوال تقدر تعمل كل هالشيء. اوكي بننتقل هلا للمرتبه الاولى. بالمرتبه الاولى وهل يخفى القمر، برنامج تول بوكس. طبعا هذا البرنامج جدا خرافي، كتير سهل على لعيبه ماينكرافت اللعب. طبعا اول ما تنزل البرنامج وتضغط عليه راح ياخذك راسا لماينكرافت. هتقلي اوكي وين الشيء الحلو بالموضوع؟ طيب راح تفوت هلا للعالم تبعك وراح تلاقي كل شيء متغير. هذا البرنامج اصدقائي فيه شو ما بدك فيه اشعه اكس راي، بتقدر تلاقي مثلا مثل ما انكم شايفين بلوكات الايرون، بلوكات اللافا كلها تحت صارت مبينه عندي. بتقدر تشوف رادار دايموند، خلص بتعلم على الدايموند بيطلع لك كل شيء دايموند. راح تلاقي هون الميني ماب، بتقدر تشوف مشان ما تضيع بيتك، بتلاقي راسا، راح تلاقي علامه السيف الخرافيه، راح تلاقي قديش دروعك باقيان فيها الدمج تبعه. برنامج يعني فيه كل شيء. اذا انت مثلا فتت سيرفر عادي ورح تلاقي خانه خاصه للهكر، تقدر انك تمشي لحالك، تقدر انك تاب تليبورت، يعني كمان ميزه من ميزات الهكر. ورح تلاقي كمان المودز، رح تلاقي طبعا الاكس راي والميني ماب، رح تشوف اذا بتحب انك تظبط الميني ماب راديوس تقدر تكبره تصغره وتتحكم باعدادات الميني ماب. واحلى شيء انه بتقدر تعمل واي بوينتس، فهذا الشيء كله على الجوال. تقدر مثلا تعمل هون واي بوينتس تسميها مثلا هوم. ما رح اتعمق كثير بهي القصص لانه عامل لها فيديو شرح لحاله، بتقدروا تروحوا تشوفوه. فأوكي يا جماعة هيك بنكون وصلنا معكم لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد، وإذا عجبتك السلسلة لا تنسى تضغط زر اللايك لحتى نكمل بهي السلسلة. وبس السلام عليكم.